يا ماما انا لسه صاحي وطالبه معايا اكل طاجن مكرونه بالفراخ. طاجن ايه بالفراخ دلوقتي؟ اجيبه لك منين دلوقتي؟ انا اعمل ايه؟ طب يا ماما بقى جيب اللي انا عايزه. بس يلا خش كل اي حاجه من التلاجة، ولا طاجن مكرونه بالفراخ. بس يا انت عايز ايه؟ انت ما بتكون عايز حاجه بتاكلها. على فكره امك مش هتعمل لك حاجه، ما تحلمش. لا يا حبيبي ماما هتعملهولي. يا ماما مش انت هتعمل لي طاجن مكرونه بالفراخ دلوقتي؟ ايوه يا حبيبي هقوم اعملهولك، وانا اقدر ارفض لك طلب. احسن، ده انت عايز ايه ده تعملهولي؟ انا حمودي والاجر على الله. انزل يا متدلع. سيب الطاجن وهتجيبهولي. الله ماما خلصته، طاجن جميل قوي يا ماما. شكرا. مش هدي لحد، ولا انت ولا انت، انا مالي بقى. اروح بس اجيب ايه العصير واجي على طول. الله، ده طاجن مكرونه بالفراخ يا حبيبتي. طاجن فراخ بالمكرونه. معرفش يا ابني مين اللي خده، انا كنت جوه. طب والله انا عارف مين اللي خده، هروح اموتهولك بقى. يا انا هموتهولك، انا بقى جبت العصايه بس هشوفه فين بقى. تعالي هديك واحده في دماغك هكسرها لك اهو بقى. يا واد سيب اخوك الصغير هتموته. لا يا ماما مش هموت اخويا، انا هديله واحده من غير ما اموته، ما تخافيش بقى. بس يا حمودي ما تضربش اخوه. ما تقعد يلا، ده انت عايز بال، انا هكسره دماغه عشان ما ياخدش حد تاني. تعالى يا كلب. كده يا حمودي ضربت اخوك وموته؟ عشان يا حرام ياخد حد تاني يا ماما، ده عيل مفجوع وحيوان وكلب. معلش يا حبيبي عشان خاطر انا يا حمودي. هو ده اللي باين من اخوه، عشان لو خدت حاجه مني هموتك انت كمان.